كاين شي وصفات كنحشم نقول عليها وصفه من كثرت ما ساهله. الدراري الصغار يصايبوها بكل بساطه، زائد انها نص ساعه كتوجد بطيابها بتحضيرها بكل شيء ليها. غتاخدوا 3 ديال الورقات ديال الفيلو وغدهنوا ما بيناتهم بالزبده، كل ورقه مدهونه بالزبده عاد كتحط فوق منها الاخرى. هاد الورقه ديال الفيلو كتلقاوها في الاسواق الكبرى موجوده. غادي نرشها بيستاش مطحون فقط وغنلفها الجناب بحال هكا حتى الاخر، وغندهن بالزبده باش نلصق. الشكل الثاني خديت له شويه ديال الكركاع، درت معاه واحد المعلقه صغيره ديال الكاكاو وقرفه، حتى هي غنسرحها وغندهنها او غنلفها بنفس الطريقه. وحتى هادو بطبيعه الحال مدهونين بالزبده، غنقطعهم ونستفهم في صينيه الفران، ندخلهم واحد ثلث ساعه الفران باش كيتحمروا، مدهونين بالزبده بطبيعه الحال من الفوق حتى كيتقرمشوا. باش غادي نسقيهم درت عسل ديال الليمون، بغيتو تصايبوا القطر راه ديجا خليت الوصفات كثيره فيها القطر، كنسقيهم وهما سخانين وكيجيو مقرمشين. تسمعوا ليا التقرميشه. الروعة مما كان. إلى عجبتكم خليو ليها لايك وقولوا لي كي جاتكم وبارطاجيوها مع صحابكم، وما ترددوش حتى ثانية انكم تجربوها لانها غتحمقكم.